ايش فيها ضيوفنا. احنا معانا على الهواء زميلنا محمد مبروك، نعرف تفاصيل اكثر عن اجتماع الهيئه العليا لحزب الوفد، ما جرى فيها وما خرجوا به من قرارات. اتفضل يا محمد. مساء الخير. اولا لبنى، قبل قليل انتهى الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه رئيس حزب الوفد بعدد من اعضاء الهيئه العليا، ولكن من الواضح ان هذا الاجتماع لم يصل الى نسبه النصاب القانوني للاجتماع، وبالتالي كان هذا الاجتماع هو اجتماع ودي دار خلاله ما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمبادره لم الشمل داخل الوفد، وتحدث رئيس الوفد بأن يعني تم طرح أوجه الخلاف على الرئيس، وأن هناك يعني ما يشبه اتفاق بتعيين عدد من هؤلاء المختلفين والذين جمدت عضويتهم قبل أيام داخل الحزب وداخل الهيئة العليا، ويعني إرجاء التحقيقات والأمر القانوني فيما يتعلق بهؤلاء المجمدين إلى ما بعد انتخابات الهيئة العليا للوفد والمقرر إجراءها الجمعة المقبلة. هذه الانتخابات الذي تحدث عنها في المؤتمر الصحفي رئيس الوفد ووصفها بأنها سوف تكون يوما للإرادة الوفدية، وأن هذه الانتخابات سوف تنتخب هيئة عليا جديدة للوفد أو الحزب لمدة 4 سنوات مقبلة. هذه الهيئة مكونة من 50 عضوا للهيئة العليا سوف يباشرون هذه المبادرة التي طرحها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني لبنى، ربما اليومين المقبلين داخل الوفد يعني تنظر أو ينظر الوفديون إلى أمور مختلفة، لعل أهمها هذه الانتخابات التي يشارك فيها ما يقرب من 90 مرشحا بين أعضاء للهيئة العليا وأيضا لسكرتارية الهيئة الوفدية. هذه الانتخابات يشارك فيها ما يقرب من 30 محافظة مختلفة، المرشحون في هذه الانتخابات من محافظات متعددة ومن أجيال متعددة أيضا. الجمعية العمومية التي تشارك في التصويت على هؤلاء المرشحين تقترب من 4000 مرشح، من المنتظر أن يشارك ما يقرب من 70% في هذه الانتخابات المقبلة. انتهى الاجتماع وتم إرجاء الأمر للنظر فيه على الهيئة العليا الجديدة التي من المنتظر أن تتضح معالم هذه الهيئة العليا خلال اليومين المقبلين، وتم توجيه الشكر إلى الرئيس على مبادرته باعتبارها مبادرة يعني تحسين صورة الحياة السياسية والحزبية، وأيضا تم يعني توجيه رسالة للمصريين بأن هذه المبادرة ليست مبادرة موجهة إلى حزب الوفد ولكنها مبادرة إلى الحياة السياسية بشكل عام. وقال رئيس الحزب أيضا في المؤتمر الصحفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعول كثيرا على الأحزاب السياسية في يعني تضميم الجرح الوطني وفي تكوين جبهة وطنية تناصره وتناصر الدولة المصرية ضد الإرهاب وضد محاولات تفتيت الجبهة الداخلية. هذا هو الوضع خلال المؤتمر الصحفي لبنى. تمام، بشكرك يا محمد على كل التفاصيل. طبعا شكرا جزيلا زميلنا محمد مبروك. أرجع لضيوفنا.